حبايبي ابطال الصف الخامس الابتدائي، النهارده موعدنا مع سيشن جميل جدا، مكملين مع بعض يونت 8 ات ذا دكتورز في العياده. عندنا النهارده نصائح مهمه جدا جدا جدا. سبسكرايب، اشترك الان، فعل الجرس للكل يصلك كل جديد. Don't fear Mr. Nasr is here. في البدايه لازم نقرا اهم الكلمات الجديده. دورك بقى تكرر معايا يا بطل. balanced diet، balanced diet، نظام غذائي متوازن. balanced diet هنعرف يعني ايه balanced diet، ازاي ننفذ balanced diet مع بعض يا ابطال. healthy، 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 صحي. الصحة نفسها اسمها health، لكن صحي healthy. expert، خبير. experts، خبراء. important، النهارده كلمة important هنستخدمها في جمل كتير قوي. important، important، important. useful، مفيد. useful، مفيد. first aid kit، first aid kit، صندوق الإسعافات الأولية. first aid كت. سيزرز، سيزرز، مقص. كليننج وايبس، مناديل التنظيف. كليننج وايبس. رابر باندز، رابر باندز، رابر باندز، أربطة مطاطية. ليست، قائمة، ليست، قائمة. بريزنتيشن، عرض تقديمي توضيحي. بريزنتيشن. سوب، مد في الأو. سوب، صابون. لكن لو كتبت اس او يو بي بمعنى شوربة. سوب، اس او يو بي، معنى هي يا أبطال شوربة، حرف غير المعنى يا أبطال، عشان كده بنقول ركز انت وبتحفظ. سوب، سوب، شوربة ولا صابون؟ سوب، صابون. سوب، شوربة. سوب، صابون. سوب، شوربة. انسكت، حشرة. بايت، يلدغ أو يعض. كريم، كريم. انسكت بايت كريم، انسكت بايت كريم. ميديكال، طبي. ميديكال جلافز، ميديكال جلافز، قفازات طبية. سيفتي، سيفتي بينز، سيفتي بينز، دبابيس الأمان. سيفتي بينز. مكملين مع بعض أهم الأفعال اللي موجودة في الدرس كمان. ستاي، ستايد. اكسرسايز، اكسرسايزد. فوكس، 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 ركز. فوكس، فوكس، فوكس. باك، باك، باكت. باك، باك، باكت. spend time with friends، spend time with friends. get enough sleep، get enough sleep، get enough. الجي والاتش ننطقها. get enough sleep. responsible for، responsible for، مسؤول عن. plenty of، plenty of، كثرة من أو كثير من. in addition to، in addition to، بالإضافة إلى. خلي بالك لو جه وراها فيرب لازم يكون الفيرب منتهي بأي إن جي بعد in addition to فيرب أي إن جي. مرة تاني، in addition to فيرب بلس أي إن جي. In addition to playing football، I like watching football matches. بالإضافة إلى لعب كرة القدم، بحب كمان أشاهد المباريات. In addition to eating fruit، I like eating vegetables. خضروات مهمة جدا يا أبطال. نقاط مهمة على الدرس هنعرف من خلالها الدرس بيتكلم على إيه، وكمان هنقرأ الدرس ما تقلقش. healthy food،
healthy food طعام صحي. It's important to eat healthy food. نصائح مهمة، ركز جيدا، من المهم أن نأكل طعام صحي. It's important to. It's important to. من المهم أن، بعد كده فعل في المصدر زي ما شايفين، eat ولا eats ولا eating؟ لا eat يا مستر. It's important to فعل في المصدر. Balanced diet. It's important to have a balanced diet. من المهم أن يكون لديك نظام غذائي متوازن يا أبطال. It's important to get enough sleep. Get enough sleep، تحصل على نوم كافي. It's important to get enough sleep. Playing sports with friends is a good way to exercise. Playing sports with friends. ده كله عبارة عن subject. لعب الرياضة مع الأصدقاء، طبعا معاملة المفرد. ماليش دعوة تقول لي فريندز دي جامع، أنا بتكلم على اللعب. لعب الرياضة مع الأصدقاء is good, is a good way to exercise. جيد جدا، طريقة جيدة للتدريب. في البداية هنقرأ الدرس ونشوف how to stay healthy، إزاي يا بطل تكون صحي. My presentation today is about staying healthy. العرض التوضيحي، عرض التقديم النهاردة عن كيفية البقاء بصحة جيدة. It's really important. Really، حقا. مكان، خلي بالك قبل الصفة عشان لما نيجي نرتب. It's really important. It's really important. من المهم حقا to eat healthy foods. تناول الأطعمة الصحية مهم جدا. زي ايه؟ مثل like fruit and vegetables. Like fruit and vegetables. يلا نركز يا أبطال مع بعض. It's important to eat healthy foods like fruit and vegetables and to have a balanced diet. There are lots of other things that we can do to look after our health. يوجد أشياء أخرى نستطيع أن نفعلها لكي نعتني بصحتنا. Look after، يعتني بي. خلي بالك معايا علشان هنكرر جمل كتير قوي. It's important. من المهم، يا ريت لو معاك ورقة وقلم وتسجل معايا. It's important to. من المهم ايه؟ هنعرف مع بعض. أول حاجة eat healthy foods، أطعمة صحية، like fruit and vegetables. It's important to، إيه كمان؟ It's important to have a balanced diet، نظام غذائي متوازن. مكملين مع بعض يا أبطال. إيه كمان ممكن نعمله علشان نبقى بصحة جيدة؟ You should do some exercise every day. It's important to do some exercise. القيام ببعض التدريبات كل يوم يا أبطال، مش يوم ويوم، لا كل يوم. الرياضة مهمة. It's important to do exercise every day. It's very important to keep your body moving. من المهم جدا انك تحافظ على حركة جسمك. It's important to. نكمل بقى جمالنا الجميلة. Keep ايه يا أبطال؟ Keep your body moving.
اخرها ايه يا مستر؟ تحذف الاي وتضيف اي ان جي. تمام يا ابطال. It's important to eat healthy food. It's important to have a balanced diet. It's important to do some exercise every day. It's important to keep your body moving. Playing sport at school or with friends is a good way to exercise. انك تلعب وتمارس الرياضة مع اصحابك في المدرسة مع الاصحاب طريقة جيدة جدا جدا للاعتناء بصحة جيدة. ممكن نقولها في جملة، قول يا بطل. It's important to play sport. طبعا بعد important to فعل في المصدر. It's important to play sport at school، مكان في المدرسة مع مين يا مستر؟ With friends، الأصدقاء مهمة جدا يا أبطال، لازم كل واحد يحافظ على الأصدقاء الجيدين جدا، أصحابه اللي بيشجعوه بيحفزوه. It's important to play sport at school with friends. بس كده؟ لا يا بطل، تعال أقول لك طريقة تاني. هو كل دي او التانية اقول يا مستر اتس امبورتنت تو، ممكن اقول جملة تاني، ممكن اقول لك تقول يو شود. يو شود، ايوه يو شود يعني يجب. بعد شود يا ابطال فعل في المصدر. اتس امبورتنت تو بتساوي يو شود. ايوه ممكن اقول جملة يعني اتس امبورتنت تو ايت هيلثي فودز لايك فروت اند فيجيتابلز. الجملة التانية You should have a balanced diet. جملة الثالثة It's important to do some exercise every day. جملة الرابعة You should keep your body moving. جملة الخامسة It's important to play at school with friends. لسه مكملين يا أبطال، خلي بالك معايا، درسنا جميل جدا، بيتكلم على البقاء بصحة جيدة. مكملين، قلنا 5 حاجات حتى الآن، مكملين كمان درسنا الجميل. Another thing، another thing شيء آخر you can do is to go to bed early. نام بدري يا حبيبي. It's important to go to bed early. It's important to get enough sleep. من المهم أن تحصل على كمية نوم كافية. experts الخبراء، الخبراء بيقول لنا إيه؟ you should get between 8 and 9 hours of sleep every night. it's silent يا مستر. أيوة you should get between 8 and 9 hours of sleep every day. تعال نكمل يا مستر حوارنا. It's important. ماشي مستعدين مكملين كتابة. It's important من المهم. It's important ايه؟ It's important to. تعال نقول أول حاجة، لا ده سادس حاجة يا مستر. ماشي go to bed early، تذهب للسرير تنام يعني، امال هروح اعمل ايه يعني؟ It's important to go to bed early. ايه كمان؟ It's important to get enough sleep. ماشي، ايه كمان يا ابطال؟ It's important to get، تحصل على كم ساعة يا مستر؟ between eight and 9. سيب مسافة يا مستر. حاضر، عشان الخط يبقى جميل. ماشي it's important to get between 8 and 9 hours في السنة، في الأسبوع. طب 8 ساعات من ايه؟ of sleep. أحدد كلامي، كل ليلة يا أبطال every night لازم ننام بدري every night، ونحصل على 8 ساعات او 9 ساعات. ماشي ده احنا قلنا كتير جدا جدا يا ابطال. In addition to this، بالاضافه لذلك، لسه برضه
one of the best ways to stay healthy. One of the best ways, واحدة من أفضل الطرق إنك تكون بصحة جيدة is to spend time with your friends. أقضي وقت مع الأصدقاء. It's important to spend. لسه مكملين. It's important to spend. كرر معايا. It's important to spend. Spend إيه؟ Time مع مين؟ With your friends. الأصدقاء الجيدين تقعد معاهم تستفاد، تراجعوا مع بعض، تتكلموا في حاجات مفيدة، هيساعدك كتير أوي أوي يا أبطال. It's important to spend time with your friends. It's not only your body that you need to keep healthy. خلي بالك، ليس فقط جسمك محتاج إن يبقى بصحة جيدة. You should make time to focus. محتاج ويجب عليك أن تخصص وقت to focus on. Focus on، تركز على being happy. It's important to make time، أخصص وقت. Make time ليه يا مستر؟ To focus، التركيز مهم. Focus in غلط يا مستر. Focus on، focus on، ركز على. focus on، focus on ايه؟ بي، لا قلنا بعد اي حرف جر اي ان جي، being happy. فاكرين good at، bad at، great at، تعلمناها في الترم الاول. حرف جر good at playing football، نفس النظام. focus on اي ان جي، being happy. spending time with your family and friends is a great way to do this. يعني لازم اقضي وقت مع الاسره طبعا، تتكلموا فيها مع بعض. It's important to spend time، يقضي وقت with your family. اكتب friends، كتبناها فوق، ارجع كده هتلاقيها موجوده. It's important to spend time with your friends. شايفينها؟ It's important to spend time with your family. حاجة جميلة جدا. حد فاكر قلنا ممكن نشيل It's important ونقول إيه؟ You إيه؟ You إيه؟ حد يقول لي بسرعة بنسى أنا. You إيه؟ You should. You should. حاجات كتيرة أوي أوي. Excellent نور. You should get to bed early. You should get enough sleep. You should get between 8 and 9 hours of sleep every night. You should spend time with your friends. You should make time to focus on being happy. You should spend time with family. ما تنساش الأكل الصحي. It's important to eat healthy foods like fruit and vegetables. It's important to do exercise. It's important to play sports at school with friends. خلصنا كده، خلصنا كده الشرح. طيب تعالى نتكمل مع بعض قراية ونشوف هنعمل ايه في التدريبات. مين مستعد معايا يرفع ايده بسرعة. نحل مع بعض تدريبات المعاصر على الدرس الرابع والخامس. السؤال الأول عبارة عن listening، استماع. listen and circle the correct answer from A, B, C or D. ماشي يوسف فريد، are you ready to answer the first question؟ yes yes ready يا بابا. It is important to eat healthy food. Listen. اسمع الأول. It's important to eat healthy food like fruit and vegetables and to have a balanced diet. We can do lots of things to look after
our health. You should do some exercise every day. It's very important to keep your body moving. لو انت حابب تسمع تاني وقف الفيديو واستمع مرة تاني. ودلوقتي موعدنا مع يوسف. Start يوسف. Number one. نفتح المايك يا بطل. It is important to eat healthy food. It is important to have a balanced diet. You should do some exercise every day. It is important to keep your body moving. Excellent. You are excellent as usual. Number two, read and complete the text with the words in the books. محتاجة شوية تفكير يا مستر. أيوه. Wives, مناديل, exercise, تمارين, responsible, مسؤول, knee, ركبة, desert, صحراء, هقرا, أفكر, هحل. تعال نسمع مع بعض أسيل ونشوف إجابتها صحيحة ولا لا. Ready أسيل؟ Yes, Master. Wipes, exercise, responsible, knee, desert. It's important to be safe on school trips. Last week we went on a school trip to the desert. Number one, desert, mesh. We were responsible for bagging the first aid kit. Tour. We talk cleansing wipes and medical gloves. We also talk bandage in case someone cuts their knee. تعال نشوف مع بعض أسيل is right or false. Number one, desert. Excellent. Do you respond? What? Excellent as usual, أسير. كملين مع بعض ونشوف القطع. هقرأ قطعة وهنختار واحد بصورة مفاجأة مين هيجاوب معانا. Get ready. استعد. There are many things we can do to stay healthy. It's important to drink plenty of water. Water keeps your body working well. It's especially important if it's very hot or if you are exercising. Another thing you can do to stay healthy is to sleep early to get enough sleep. Experts think that you should get between 8 and 9 hours of sleep every night. Ready, Amani? Yes, Mister. That ticket is about staying healthy. Excellent. Number two. The underline. Yes. Underlined. Plenty of water. Yes, much of water. Much water. طبعا كمية كبيرة. Much. أماني. Yes. Number. Much. Number three. Yes. Okay. It's important to drink a plate of water.
Why is water important for our health? Yes. It is important to drink. It's important to drink. Plenty of water. لا بيقول لنا لماذا المياه لصحتنا. Light for drink. Water keeps our body working. ركز تاني. المهمة هي بتحافظ على جسمنا ان نعمل بطريقة جيدة. ونكمل. Especially important if it's very hot or if you are exercising. Excellent. نكمل مع بعض يا ماني، محتاجين نركز في السؤال. How many hours؟ كم عدد الساعات؟ قال لنا كم عدد الساعات؟ كم ساعة بننامها في اليوم؟ 8 8. 8 لازم and 9 yes 8 and 9 hours of sleep every night. Excellent. أماني ready. مهيب Yes. What do you gain? What? ازاي؟ what do you can دي What? ولا what can you do؟ What can you do to stay healthy? what can you do to stay healthy؟ what can you do؟ It's important to get enough sleep. it's important to get enough sleep. حمزة banquet with the following. excellent مهيب. ماشي. هنكتب التي yes ونكتب نقطة full stop full full stop. stop. yes تي كابيتال وفي النهاية full stop. excellent. write a paragraph of about 30 words using the following guiding elements. what things can we do to look after our health? what are the best ways to stay healthy? يلا نسمع لنور. Yes, there are many things we can do to stay healthy. First, we should eat healthy food. Fruit and vegetables are very important for our bodies. We shouldn't have much sweets. Secondly, we should do exercises. You are excellent. Noor, ready Karma? Yes, Mr. ممكن نقول ايه؟ We want to sleep 8 hours. Yes. ممكن And نستخدم eat healthy food and do exercises every day. You are excellent. What else? Nothing. Yes. في البداية أبطال أنا أقول لك على حاجة جميلة جدا. ممكن نكتب ونقول إيه؟ I want to write about staying health. مقدمة كأني بوضح للي قدامي أنا هكتب إيه. الموضوع ده مهم جدا. This topic is important for me. الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لي. وبعد كده أستخدم اللي إحنا اتعلمناه في الدرس يا أبطال. It's important It's important
to Mr. ما عندنا سؤالين اهو. What things can we do to look after our health؟ طب ما ممكن نستخدمها، ممكن نقول ايه؟ we، هنبدأ ب we. We can اللي موجود في السؤال، we can do a lot of things، نستطيع أن نقوم بالكثير من الأشياء to look after our health. ما جبناش حاجة من دماغنا، كل حاجة من السؤال يا أبطال. It's important to eat healthy food. خليها فوز عشان هنكتب like fruit and vegetables. انت بتكتب تتأكد من السبيلنج يا أبطال. أكلنا بالهنا والشفا. اشرب. نقول مثلا we should، كلنا we should drink a lot of water. أكلنا وشربنا، ماشي، نمارس الرياضة. It's important to do sports at school with your friends. أكلنا، شربنا، لعبنا رياضة، اقعد شوية مع الأسرة. هنقول إيه بقى؟ We should spend time with family وكمان and friends. كده أنا لخصت الأفكار كلها: الأكل، الشرب، الرياضة، كمان إن أنا أقعد فترة مع الأسرة. To be healthy. في كمان عندنا إجابة قالها لنا أصحابنا كلها كتير أوي أوي، نقراها كده مع بعض. There are many things we can do to stay healthy. First, we should eat healthy food. Fruit and vegetables are very important for our bodies. We shouldn't have much sweets. Secondly, we should do exercises every day to keep fit. Finally, we should sleep well and drink much water. We should keep بتاعنا يا أبطال. Don't fear, Mr. Nasr is here. كده خلصنا يونت 8 مع بعض يا أبطال. حابب تشوفها بالكامل وكمان مع يونت 7، ادخل دلوقتي على قائمة تشغيل الصف الخامس الابتدائي واستمتع مع مستر نصري. Don't fear, Mr. Nasr is here.